السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه للكونتابيليتي اناليتيك ديال اس 3. كما تبعتوا معنا في ليبيزود الاول شفنا واحد الانتروداكسيون جينيرال على شنو هي لا كونتابيليتي اناليتيك اللي كتسمى كذلك لا كونتابيليتي دو جيستيون ولا كتسمى كذلك لا كونتابيليتي اندستريال. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك، كيفاش نجبدوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. Le calcul des coûts et le résultat analytique suffit principalement à partir des charges et des produits comptabilisés en comptabilité générale. يعني في الاساس ملي كنجبدوا هذيك لي كو وكيفاش كنقدروا نجبدوا لا ريزولتا اناليتيك كنخدموا على لا كونتابيليتي جينيرال. يعني كنجبدوا كلشي من لا كونتابيليتي جينيرال. Il existe cependant un certain nombre de différences d'incorporation entre les deux systèmes comptables. ولكن كاين واحد الفرق ما بيناتهم، كاين واحد الفرق ما بين لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون اللي كتسمى دابا حاليا لا كونتابيليتي اناليتيك دو جيستيون و لا كونتابيليتي جينيرال. La différente conception entre la compta analytique d'exploitation ou la compta générale conduisent à un retraitement des charges de la comptabilité générale pour déterminer les charges qui doivent entrer dans la raison de la comptabilité analytique. يعني هذا الفرق اللي كاين ما بين هذا السيستم ديال لا كونتابيليتي ان جينيرال ولا كونتابيليتي اناليتيك. هذا الفرق اللي كاين ما بيناتهم كيخلينا ندير واحد لو تريتمون، يعني ندير واحد لو تريتمون لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال باش نجبدوا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ا ترافير هاد لا فورمول اللي غتبان لكم دابا. يعني عندي لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك هما لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال موان لي شارج نو انكوربورابل بلوس لي شارج سوبليتيف. يعني هذا خاصك تحفظها مزيان تعقل عليها، هاد لا فورمول تعقل عليها مزيان. لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ايغال لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال، يعني جميع لي شارج اللي كاينين في الكونتابيليتي جينيرال موان ناقص لي شارج نو انكوربورابل اللي غنعرفوهم دابا شنو هما بلوس لي شارج سوبليتيف اللي غنعرفوهم دابا. دابا ملي عرفنا لا فورمول خاصنا نعرفو جوج ديال الحوايج، نعرفو لي شارج نو انكوربورابل ونعرفو لي شارج سوبليتيف. نبداو بلي شارج نو انكوربورابل، سون دي شارج كي اون ايتي كونتابيليزي اون كلاس 6 سويف لي كاركتير دو كونتا جينيرال. هما واحد هما كيكونوا داخلين في الكونتا جينيرال مي كي ريفليت با لي كونديسيون نورمال دون اكسبلواتاسيون دو لانتربريز. شارج نو كورونت، يعني عفوا انا دي كورونت، يعني هما دي شارج كاينين في الكونتابيليتي جينيرال ولكن ما داخلينش في لاكتيفيتي كورونت ولا لاكتيفيتي نورمال ديكسبلواتاسيون ديال لانتربريز. داكشي علاش لا كونتابيليتي اناليتيك خاصها تحيدهم، حيت هي كتهتم بالداخل ديال لانتربريز. كما قلنا كتهتم بالداخل ديال لانتربريز ما كيهمهاش لونفيرونمون ديال لانتربريز. يعني اي حاجه ما داخلهاش في لاكتيفيتي نورمال، اي حاجه ما داخلهاش في ليكسبلواتاسيون، في ليكسبلواتاسيون اي حاجه ماشي كورونت كنحيدوها. يعني داخله في لي شارج نو انكوربورابل وكنحيدوها من لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال. مثلا كاين لي شارج بيان كو ريليفي دو ليكسبلواتاسيون نورمال، كاين لي شارج واخا كاين في ليكسبلواتاسيون نورمال ولكن عندهم واحد المشكل، بريزونت با اون كاركتير ابيتويل، يعني ما كاينينش ديما، يعني عندهم واحد الكاركتير اكسيبسيونيل ولا واحد الكاركتير بروبابل. يعني ملي كيكونوا غير اكسيبسيونيل يعني مره كيكونوا مره ما كيكونوش، كاينو كيكون مثلا مره في 10 سنين ولا مره في 5 سنين، يعني هما اكسيبسيونيل ما كيدخلوش داخلين في لي شارج نو انكوربورابل، يعني كنقصوهم من لي شارج دو كونتابيليتي جينيرال باش نجبدوا لي شارج دو كونتابيليتي اناليتيك. يعني ملي كيكونوا اكسيبسيونيل ولا كيكونوا غير بروبابل، يعني ما كيكونوش ايفونسييل يعني كيكونوا غير بروبابل، يعني عندهم واحد الاحتمال انهم يكونوا بحال لي بروفيزيون دو ديبريسياسيون. كذلك كاينين لي شارج ديكسبلواتاسيون نيبورت ا لا بيريود كونسيديري، يعني بروبليم دو بيريوديسيتي، يعني هي كتهتم بلا بيريود. مثلا الا كان عندك مثلا واحد لا شارج لي كونستاتي دافونس، واحد لا شارج كونستاتي دافونس دابا كاين في ليكزيرسيس 2018 وكاين واحد لا شارج ديال 2019، هي راه لا شارج ديال ليكزيرسيس 2019 ولكن كونستاتي دافونس، ولكن ديك لا شارج جاتنا من دابا، عارف ان هذيك لا شارج راه كاينه من دابا، خاص نحيدوها ونخليوها حتى 2019. يعني داخله في الكونتابيليتي جينيرال في لي بروفيزيون في المسائل، ولكن ملي غادي نبقاو نجبدوا لي كونتابيليتي اناليتيك خاصنا نحيدوها نخليوها حتى 2019. نعطيكم زيكزومبل ديال هاد لي شارج نو انكوربورابل باش يبانوا لكم اكثر. كاين مثلا عندنا
dotation en provision pour dépréciation de certains éléments, par le fonds de commerce, le terrain, yani, mais c'est provision, adi, pour risque charge, ou alors provision pour dépréciation, adi, d'achlaf les charges non incorporables. Par les dotations en provision pour litige, adi, pour litige, علاش ما دخلش؟ هي ما دخلش حيت هي اكسبسيونيل، يعني الليتيج هو الصراع، يعني لانتربريز ملي كتكون مع واحد الصراع مع واحد لانتربريز اخرى، مثلا كيكون ما بيناتهم شي مشكل، كدير واحد البروفيزيون انها راضيه قدا وقدا ديال الفلوس في الليتيج ما بيناتها وما بين هذيك لانتربريز باش تحل هذاك الصراع. ديبريسياسيون علاش ماشي زعما علاش ما دخلش في النو في علاش داخله في نو انكوربورابل؟ هي ماشي حيت هي اكسبسيونيل، ولكن هي ما دخلتش في لا بيريوديسيتي، فهمتي؟ ابي نشوفو الثالثه هي لي شارج كونستاتي او كور دو لو بيريود مي كي سون كوفرت با لي بروفيزيون اونتيريور. كيما قلت لكم يعني لي شارج كونستاتي او كور دو لا بيريود، لي شارج راه كاينين في هاد لا بيريود مي كي سون كوفرت با دي بروفيزيون اونتيريور، ولكن راه ديجا درت لهم واحد البروفيزيون وتخناهم في الحساب ديال العام اللي فات. لي بريليفمون ديريكت او انديريكت، يعني كنهضروا على لامبو sur le résultat, يعني l'IS. Donc le résultat, l'impôt sur le résultat que vous avez fait, qui est comme impôt sur le résultat, c'est un fléchage non incorporable. يعني باش تعقلوا مزيان كنا قلنا لك يعني واحد لا فورمول اللي هي لي شارج دو كونطابيليتي اناليتيك ايغال لي شارج دو كونطابيليتي جينيرال، كنجمعهم كاملين وكنقصوا هاد لي شارج اللي قلت لكم اللي كيتسموا لي شارج دو لي شارج نون انكوربورابل، لي شارج نون انكوربورابل كنقصوهم، من بعد كنزيدوا لي شارج سوبليتيف اللي نشوفهم ابري. دابا ندوزو نشوفو لي شارج لي هما لي شارج سوبليتيف. اشنو هما عاوتاني لي شارج سوبليتيف؟ سون لي شارج كي ني تي با كونتابيليزي اون كلاسي سويف لي كاركتير دو كونتا جينيرال مي كي لا كونتابيليتي اناليتيك روتين. هادو لي شارج سوبليتيف راه ما كاينش في الكونتابيليتي جينيرال، ما داخلينش في الكونتابيليتي جينيرال، ولكن الكونتابيليتي اناليتيك كتزيدهم لي شارج دو كونتابيليتي اناليتيك، يعني الكونتا اناليتيك كتهتم بهم. علاش؟ حيت داخلين في الاكسبلوطاسيون تقريبا، ولكن ما ولكن ما كاينش شي كونت كيكون فيه في لا كونتابيليتي اللي هي جينيرال. هما دو تيب، الاول هو لا رومينياسيون دي كابيتو بروب. شنو هو لا رومينياسيون دي كابيتو بروب؟ يعني في الاخر ديال العام كنقول مثلا الكابيتال ديالك ديال الشركه، ولكن كتعتبره بحال ان كريدي وكتخلص عليه واحد بحال اللي قلتي انتيري، ولكن شكون اللي كيشد هذاك الانتيري؟ شكون اللي كيشد هذاك الانتيري؟ كتشدو لانتربريز راسها، كتخلص عليها الانتيري وكتشدو هي، يعني فهمتي؟ كتعتبر ان هذاك الكابيتال بحال كريدي وكتخلص عليه واحد الانتيري، يعني كتسمى رومينيغاسيون دو كابيتال بروبر. هنا كيعطيكم مثلا كيكون باين في التمرين، كيكون عندك راه عندنا لو كابيتال ديال لا سوسيتي مثلا هو مليون ديال الدرهم، و لي رومينيغاسيون كابيتال انويال ديال هذا الكابيتال هي مثلا 12% ولا 10%. غير في الكونتابيليتي اناليتيك خاصكم تردوا واحد البال واحد الحاجه اللي هي انويال، تريمستريال، سيمستريال، مونسييل. يعني مونسييل اللي هي شهر، تريمستر اللي هي 3 شهور، سيمستر اللي هو 6 شهور، و انويل اللي هو اني يعني عام. يعني كيعطيك لي زانفورماسيون اللي هما بتريمستر، كيعطيك لي زانفورماسيون اللي هما انويل، كيعطيك لي زانفورماسيون اللي هما مونسييل. انت خاصك دير ليكيليبر دائما ما بيناتهم. مثلا الا كانت التمرين بغيتي تجيب واحد الريزولتا ديال مونسييل ديال واحد الشهر، وعطيك مثلا ان الغومينياسيون كابيتال هي انويل 12%، كتحسب 12% ديال الكابيتال وكتقسمها على 12 باش ترطها مونسييل، إذا عندك 12 شهر في العام. ثانية هي لا غومينياسيون ديكسبلوطون انديفيديال، يعني مثلا واحد لو ديريجون ديال الشركة ولا مول الشركة كيشد واحد في الاخر ديال ليكزيرسيس ولا في الاخر ديال الشهر كياخد واحد المونطو ديال الفلوس كياخدو. هذاك المونطو راه ما داخلش في لا كونتابيليتي جينيرال، هو كياخدو. يعني لا غومينياسيون دي ديريجون ولا لا غومينياسيون دو بروبريتي ديال لانتربريز كياخد هذوك الفلوس وكندخلهم في الكونتابيليتي اناليتيك، حيت هما دي ديبونس، يعني الفلوس خارجه من لانتربريز يعني خاصهم يدخلوا في الكونتابيليتي اناليتيك. دابا عرفنا شنو هما لي شارج دو كونتابيليتي اناليتيك. قلنا لي شارج دو كونتابيليتي اناليتيك هما لي شارج دو كونتابيليتي اناليتيك هما لي شارج دو كونتابيليتي جينيرال بلوس لي شارج نو انكوربورابل موا لي شارج سوبليتيف. دابا نشوفو لو ريزولتا دو لا كونتابيليتي جينيرال. الا انطلقنا من لو كونتابيليتي جينيرال وزدنا عليها لي شارج نو انكوربورابل ونقصناها من لي شارج سوبليتيف، غادي تعطينا لو ريزولتا اناليتيك. الا خدينا الكونتا الريزولتا دو كونتا جينيرال زدنا عليها لي شارج نو انكوربورابل نقصنا منها لي شارج سوبليتيف، غادي تعطينا الصوم ديال لو ريزولتا اناليتيك.
انا نخلي لكم دابا واحد الاكزرسيس، هذا هو الاكزرسيس الاول وهذا الاكزرسيس الثاني اللي غادي تخدموهم، غتحاولوا ديروا هاد ليزابليكاسيون بجوج، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نديروا لا كوروجي ديالهم، وممكن ان شاء الله نزيدكم واحد لابليكاسيون اللي هي تكون عاوتاني بلو كومبلكس على هادو، ونديروا لهم لا كوريكسيون ان شاء الله. المهم دابا نخليكم مع ليكزرسيس، تاخذوا ليكزرسيس ديالكم و ابري ديروا الكوريجي، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون على الكوريجي ديال هاد لي زابليكاسيون. بون كوراج، الله يعاونكم، نخليكم مع لي زابليكاسيون.